أهلا وسهلا بكم. نواة السفر لبغداد لهاي السنة 2023، رحت للصالون قصيت نهايات شعري شوي وحبيت أهتم بأظافري وأروح لهم بلوك جديد. اشتريت تليفون جديد، كان آيفون 14، والتليفون يلحق كفر واختاريت هذا الكفر الحلو. باكر السفر شديت الجناط، جهزت حالي وانطلقت. جايتك يا بغداد. كانت أول رحلة تبعد حوالي ساعتين من الولاية اللي نعيش بيها اللي هي هاليفاكس شرق كندا إلى الولاية الكبيرة اللي اسمها تورنتو، لأن منها تطلع الطائرات للرحلات الطويلة اللي يسموها عبر القارات. وبدت الطائرة تطير وتحلق وتصعد فوق الغيوم. وصلنا تورنتو السلامات والحمد لله. كان الجو ممطر وبارد جدا، كان شوية أكو انتظار، وبعدها صعدنا الطيارة الكبيرة اللي يسموها عبر القارات. وكنت شايلة هم يا ترى وين راح أقعد وين راح أقعد، لأن طول هذه الرحلة 12 إلى 13 ساعة، وكنت جدا محظوظة بهذا المقعد. شوفوا وش قد نساحة يوم رجلي. مو أحلى مقعد بالعالم هذا، كل المكان يوم رجلي ترى حولك يا أيام. الحمد لله. وظليت الطريق كله أحرك رجلي براحة، وغفيت شوية صغيرة وقعدت وشفت التلفزيون، وغفيت شوية ثانية ومدى يخلص الوقت. وأخيرا طلع علينا الفجر وإحنا في مطار إسطنبول. حبيت أوثق لكم هبوط الطائرة في مطار إسطنبول. من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفها، تشوف الأرض وتشوف البحر وتشوف الطريق مال السيارات، يعني طبيعة جميلة جدا جدا. وصلنا إسطنبول بالسلامة، وكان عندي انتظار 5 ساعات. بهاي الخمس ساعات رح أخذكم جولة بمطار إسطنبول اللي جذب انتباهي بهذه الزيارة. المطار إسطنبول أكو فد جاليري صغير أو معرض مسويه من الأشياء المستعملة من الريسايكل، يعني من قطع القماش، من قطع الورق والكرتون، من قبغات البطالة البلاستيك، مكونين لوحات فنية. فتشي كلش 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 حلو يخبل. يعني أنا أعتبر نفسي جدا محظوظة قدرت أشوف هذا المعرض بخلال فترة انتظاري للطيارة الثالثة. ماشي.
طبعا لقيت جناح ثاني بالمطار به أشياء معروضة مرسومة على الزجاج، وفخار والسيراميك والعشق مالت إناس والرسم على الزجاج، وكنت كلش متونسة بكل دقيقة قضيتها بهذا المطار. يعني سبحان الله عدت علي 5 ساعات وأني بقمة السعادة والنشاط رغم كل التعب اللي شفته بالطريق. لكن مثل ما تعرفون الرسم على الزجاج يعني انعاش لقلبي وروحي، فكنت أشوف الأشياء وأتذوق الأعمال الفنية الجميلة، الأعمال اليدوية كلها هاند ميد. أتصور أكو استكانات، أكو مواعين، أكو أشياء يحتاجها أي بيت. صعدت الطيارة الثالثة والأخيرة وهلت أنوار بغداد، وبكل دقيقة بهاي الطيارة كنت أشوف وجه أمي، وكنت أتذكر قبر أبويا وأحن لتراب الوطن. وماكو أحلى منك يا بغداد لو أفر العالم كله. بغداد حبك بالقلب وانت الوحيد، وشفت روحي لها إراديا أغني بغداد حبك بالقلب وانت الوحيدة. لما وصلت بغداد كنت بس رايدة أروح أشوف شارع بيتنا، شارع بيت أهلي، منطقتنا وجوارينا وبيت أهلي، البيت اللي انولدت بيه. وصلت بيت أهلي. الله أنت شقد حلو يا بيتنا، صغار وكبرنا بخيمتك ربيتنا. وكنت رايدة بس أشوف وجه أمي، وجه القمر، وجه سد الكل، وجه كل شي حلو بحياتي كلها. بس شفت أمي مطمنت طلعت بوجهي للمقبرة أزور قبر أبويا. ياباني جيتك اليومين من هاي ما بالطيارة. طبعا أكيد تقدرون تتخيلون شعور الألم والوجع للفاقد أبوه. الله يرحمك ياب.